مش عارف يا حسن، كتبت حاجات كتير قوي وشطبتها. انا عايز حاجه حقيقيه، حاجه توصف اللي بيحصل بالظبط، حاجه شبه الناس. بس زي ايه بقى؟ لو سمحت بعد اذنك. ايوه طمنيني بس، ايه الاخبار؟ البيبي دخل الحضانه خلاص، ما تقلقش ان شاء الله كل حاجه هتكون كويسه. الحمد لله. ها هتسموه ايه؟ يعني انا ومامته كده بتتخانق على اسمين. تقوم بس بالسلامه وبعد كده نقرر ان شاء الله. ايه ده؟ إيه ده؟ المولد الاحتياطي مسروق، لازم بقى نستنى لحد ما الكهرباء ما ترجع. انا هكلمه في شركه الكهرباء تصرف ترجع الكهرباء. هيفيد بايه يعني؟ هما دول بيعملوا حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هما بيقولوا ايه؟ يعني كان الحضانه مقطوع عليها الكهرباء؟ طب وابني والعيال اللي جوه؟ ربنا يستر. انا خلصت. حلو، سمعني كتبت ايه؟ الامن لسه ما رجعش، لسه الفقير ملوش مكان، مفيش كرامه ليا والبلد، الاقتصاد انهار، مبقاش في بنزين ولا عيش ولا كهرباء. الباقي في حياتك. لذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي سحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد مرسي عيسى العياط. حولت حياة الناس لجحيم. سؤال، لما تلاقوا نفسكم فشلتوا في توفير الكهرباء للمواطنين، ليه ما تسيبوش أماكنكم وتمشوا؟ مصر أظلمت في زمن الأخوان، عدنا أكثر من 50 أو 60 سنة إلى الخلف. هذه هي الأجواء خلال القداس الذي أقيم لتأبين الضحايا. مشاعر الغضب والاحتقان كانت سيدة الموقف. جذور الأزمة تعود إلى المواجهات التي وقعت في محيط كنيسة ماري جيرجس بضاحية الخصوص شمالي القاهرة بين مسلمين وأقباط، بعد كتابة بعض العبارات المسيئة للدين الإسلامي على جدران معهد أزهري قريب. كالعادة نسبت هذه الاشتباكات إلى مجهولين، اندس من يطلق عليهم الطرف الثالث بين المشيعين لضحايا أحداث الخصوص الطائفية، وقاموا بقطع الطريق أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وارتباك مع قوات الأمن لتتطور الأمور إلى مواجهات عنيفة.